كل مره باجي اعمل فيديو عن محمد صلاح بترسى في الاخر على انه ما بعملوش. الاخر مره جيت اعمله ابني عي ورحت بيه للدكتور وكنسلت الحوار. فقررت بقى ان انا ايه احط الكاميرا بنفس الوضعيه بتاعتها، انا والله ما شلتها من مكانها، وهتكلم كاني قاعد معاكم مع اصحابي. يعني القصه بالنسبه لي في محمد صلاح، دايما بطرح سؤال بيني وبين نفسي، ليه صلاح؟ اشمعنى صلاح؟ يعني ليه الضجه على صلاح دون غيره؟ يعني مصر مليانه نجوم، واللي بيحب نادي عنده اللاعب اللي في النادي اهم بكتير قوي من اي لاعب تاني بيلعب في اي حته تانيه بره. يعني لو جيت سالت فئه كبيره قوي من الاهلاويه، وليد سليمان ولا محمد صلاح؟ مش هيفكر، وهتلاقيه قال لك محمد صلاح، وهتلاقيه قال لك وليد سليمان. فاللي اقصده يعني ان كل واحد عنده اللعيب المحبوب اللي ممكن يشغل باله سواء ايجابيا او سلبيا، لكن اشمعنى محمد صلاح؟ والله الموضوع في كذا دخله وكذا طريقه وكذا كلمه ينفع تتقال، بس انا بالنسبه لي شايف نقطه محمد صلاح من شكل من موضوع مختلف او من ناحيه مختلفه. ان محمد صلاح هو بالنسبة لنا كمصريين حالة جديدة، مش قصة انه لعيب كرة كويس، ما هو عدى علينا بدل اللعيب الكويس الف لعيب كويس. انا عايز اقول لكم ان لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي، في لعيبة كتير، في جمهور كبير قوي مقتنع ان محمد صلاح هو مش افضل لاعب مصري على مر العصور، وفي فئة لا بأس بها مقتنع ان محمد صلاح هو حتى مش افضل لاعب مصري في الحقبة دي او الفترة دي، العصر مصر الحديث يعني. فاكيد محمد صلاح مش هو بؤرة الحديث بسبب انه افضل لاعب او انه اسوأ لاعب، اكيد في حاجة تانية. ففضلت ابص ايه الموضوع، لقيت برضو ان محمد صلاح ربنا مديله شوية حاجات تميزه عن غيره، اهمها انه مش طالع من الاهلي ولا الزمالك، لانه لو كان طالع من هنا او هنا كان قدر يستقطب عداوة جزء او شريحة كبيرة لا بأس بها، يعني كونه بس انه مش اهلاوي او انه مش زملكاوي، وده ربنا انعم عليه بيه انه طالع من المقاولين العرب. ففي ايه وليه؟ ليه كل حاجه بيعملها صلاح بتاخد معانا الليفل ده، اما من العداوه اما من المحبه، والموضوع بيبقى سريع جدا. يعني فتره محمد صلاح تلاقيه تربع على عرش قلوب المصريين، وفجاه لقيته بيداس عليه بالجزم والناس مش طايقينه ومش طايقين يسمعوا اسمه. هو بيعمل حاجات غريبة برضو، واحنا بنتعامل معاه بطرق غريبة. يعني لما يطلع الراجل يتكلم على ان المصري ما عندهمش منتاليتي وانهم ما تعلموش الكلام ده في السكول، انا بقول لنفسي افرض ان اللي قال الكلام ده كان محمد ابو تريكة. بلاش محمد ابو تريكة، لان دايما لما بتقارن بابو تريكة الموضوع بيبقى فيه ظلم لصلاح، لان ابو تريكة في منطقة تانية خالص. فلنفترض ان اللي قال الكلام ده هو وليد سليمان اللي انا لسه قايل اسمه من شوية، او حازم امام، حد محبوب عند الزملكاويه. ما اعتقدش ان الموضوع هيتقفش القفشه دي، ولا انه معلش بس انا اتكيت كده على كلمه قفشه عشان لسه كاتب بوست على قفشه من شويه، فكنت بسال هو قفشه بالالف ولا بالقاف، فمعلش. المهم لو كان اللي قال الجمله دي وليد سليمان او حازم امام مثلا، هل كان هيتم التعامل معاه بنفس درجه القفشه دي او بنفس العنف اللي تم التعامل بيه مع محمد صلاح؟ ما اعتقدش برضه، واعتقد ان الموضوع كان هيتعدى. بس انا لما بحسبها بقول ده بسبب تراكمات، بسبب لسان محمد صلاح اللي دايما بيتكلم باسلوب او بطريقه ما عرفش تقدر تقول لسانه اتعوج علينا ولا ايه. الناس بتحبه لاجل انها بتحبه، مش بتحبه لاجل انها بتشوف واحد بيجيب اجوان وخلاص. يا جماعه خلينا اقول لكم ان انا واحد، انا مواليد 86، ويمكن يكون الموضوع صادم شويه للناس ويفتكروني صغير. لا، انا عندي دلوقتي في يوم 17 اللي جاي ده هيبقى عندي كام، والله ما عارف، 33 سنه. فعشت في فتره ان ما يبقاش عندنا اصلا لعيبه محترفه بره. يعني كنا بنفضل سهرانين بالليل على خبر واحد نشم بيه ريحه لعيب مصري لعب بره. يا جماعه احنا كنا بنفتخر بان عندنا احمد ابو مسلم بيلعب في ستراسبورج في فرنسا. احمد ابو مسلم اللي انتوا يمكن الناس فيكم اصلا لو شافته في الشارع مش تعرفه. كنا بنفرح ان ميدو بيلعب بره، زيدان بيلعب بره، احنا لغايه دلوقتي عمالين نقول هاني رمزي وعماره وياسر رضوان وحسام حسن يعني ما كناش نتخيل في يوم من الايام ان يبقى عندنا حد بالمكانه دي اللي فيها محمد صلاح. فما اعرفش اللعبكه والعك ده جاي منين. لكن تيجي تقول لي انت بتكره محمد صلاح،
لا طبعا لا طبعا لا طبعا صريحة ولا تقبل الشك ولا النقاش. أكرهه ليه؟ مش لاقي له سبب أكرهه عشانه. أنا أزعل منه آه، وأفضل أناكش فيه لأني بشجع مانشستر يونايتد مثلا هو بيلعب في ليفربول آه، لكن بتمنى له كل النجاح في كل شيء يخص شخصه. دايما أقول بتمنى التوفيق لليفربول، بتمنى التوفيق لمحمد صلاح وليفربول بقى لا، وبفضل دايما أهزر وقلت تتحرق ليفربول كلها ما عدا ولدنا. فأكيد مش هكره محمد صلاح، واللي أنا بقوله ده بيمثل شريحة كبيرة قوي من الناس، مش لوحدي، مش الكلام عليا لوحدي. أنا أقسم بالله عامل فيديو من بقاله كتير، بس لقيته مش قد كده فلغيته، لكن من شوية لقيت الدكتور ممدوح نصر الله عمل فيديو فشجعني الحقيقة إن أنا أتكلم، لأن كنت هاخد الكلام لزاوية تانية، لكن لقيت برضو إن إحنا الاتنين بنصب في نفس المكان. أنتوا ليه بتكرهوا محمد صلاح؟ لا والله ما بنكرهه. أكرهه ليه؟ أنا لسه قايل من شوية إن أنا ما عنديش حاجة تخليني أكرهه إلا إذا كنت أنا مريض. أكرهه ليه؟ أقول لكم حاجة 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 من الحاجات اللي مخليها ناس كتيرة قوي تكره محمد صلاح لكنه مالوش ذنب فيها. أولها إنه داعم ولا بلاش عشان أنا ما تلقيتش فيها، يعني تعمل لي أنا مشاكل فبلاش. الحاجة التانية اللي ينفع أتكلم فيها وهي إنه دايما بيتقارن بأبو تريكة، دايما بيتقارن بأبو تريكة، ففي فئة ما بتقبلش ابدا ابدا اي نوع من انواع القرب اي شيء جنب ابو تريكه. تريكه مش خط احمر، ابو تريكه مرسوم عليه اكتر من 40,000 خط عشان تعديهم وتوصل له، فانت دخلت حرب مع الشخص ده، فطبيعي انك لما تتقارن بابو تريكه يكرهك. انا كنت من شويه بقول لك محظوظ انه مش اهلاوي ولا زملكاوي ففي فئه بتكرهه، لكنه مش محظوظ انه بيتقارن بابو تريكه ففي فئه تكرهه كده، يعني لله لله. طب تريكا يا مجنون اللي انت بتقرب منه؟ اكيد لا، اكيد ما ينفعش تتقارن بابو تريكا فيكرهك. انا يمكن اكون فاهم ليه في حد بيكرهك، انه مثلا يكون عشان بتتقارن بابو تريكا، لكن انا كشخص اكرهك ليه؟ يعني انا مش شايف حاجه ينفع اكرهك ليه. لكن على 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 قد العشم يجي العتاب، هي دي الفكره. ان الواحد في كاس الامم الاخرانيه دي كنا داخلين البطولة على المستوى الفني موضوع مش محتاج مناقشة ولا جدال، ان 90% من الناس شايفين ان مصر مش هتاخد البطولة، لكن ما يبقاش كمان دعم لحد زي عمرو وردة يجي على حساب ان الناس اللي بتحبك دي كلها تكرهك للسبب ده او تزعل منك للسبب ده. ما تزعلش مني، في ناس كتير قوي زعلت من محمد صلاح زعل اكبر من ليفل الزعل بشوية ودخل في مرحلة الكره. انا ما بقيت عمال اقول يا رب تخسره، وصلتني انك المفروض قدوه هذا الجيل اني اقول يا رب تخسر، لانك بتكسر عندي قواعد وحاجات في تربيتنا وعاداتنا وتقاليدنا في المنتاليتي بتاعتنا كشعب، مش بتكسرها عشان ما اعرفش عشان ايه، ما اعرفش عشان ايه. لكن اكرهك؟ لا ما اكرهش محمد صلاح، ما بكرهش محمد صلاح خالص. والله ما اعرف الكلام طلع مني ازاي، مترتب ولا مش مترتب ولا ايه، لكن كلمتين كانوا عندي بخصوص محمد صلاح لازم اقولهم، وغالبا مش هنزلهم يوتيوب، دول هينزلوا فيسبوك، يعني عشان بس يعني ما يبقاش الغرض من الموضوع اي حاجه ثانيه اكتر من انها ابداء لوجهه نظر. خلاص على المهم، لو فكرت انزله يوتيوب يبقى انزلوا يعملوا لايك، ولا لايك ليه؟ احنا داخلين ندردش على بصراحه، اعملوا ديسلايك عشان مش عارف. المهم يعني ده قصة الكلام عن محمد صلاح، ولا ما بنكرهش محمد صلاح ولا حاجة، وجود لك في الموسم اللي جاي إن شاء الله، وبالتوفيق وبإذن الله ليفربول يعمل نتائج كويسة ويطلع رابع الدوري ويبقى حاجة عظيمة يعني، ومحمد صلاح يبقى الهداف. أنا موافق يا سيدي، هداف الدوري، وليفربول ربنا يكرمهم يبقى رابع أو خامس حتى، هيتكتر زي ما أنت عارف، يبقوا خامس الدوري. بس كده يا سيدي، سلام. اللي عنده حاجة يقولها بس من غير شتايم، إنما الله يكرمكم. سلام.